هذا وقد تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة صدور أمر جلالتكم السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم أسماء آيات الشكر والعرفان على اهتمام جلالتكم الدائم ومتابعتكم لأعمال مجلس الشورى، وعلى الدعم والمساندة التي يحظى بها المجلس من لدن جلالتكم بهدف تحقيق ما فيه خير ومصلحة مملكة البحرين وشعبها الكريم، ومواصلة النهج الديمقراطي ومسيرة الخير والتنمية في عهدكم الزاهر رعاكم الله. كما يشرفني يا صاحب الجلالة أن أجدد لجلالتكم العهد والولاء، مؤكدين بأننا سنظل جنودا أوفياء لجلالتكم ولهذا الوطن الشامخ، ساعين إلى تحقيق المزيد من الخير والتطور والازدهار والرقي للمملكة الغالية وشعبها الوفي. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ جلالتكم ويمتعكم بموفور الصحة والسعادة، وأن يطيل عمركم، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله ورعاه رئيس الوزراء الموقر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسماء آيات التهاني وخالص التبريكات بمناسبة فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي النواب والشورى، الذي عكس بجلاء واضح دعم ومساندة سموكم لما حققته التجربة الديمقراطية في مملكة البحرين من نجاح مشهود للسلطة التشريعية بمجلسي الشورى والنواب، ومواكبة أعماله وتوجيهات سموكم السديدة لأعضاء الحكومة الموقرة، والذي كان له الأثر البالغ في نجاح أعمال المجلسين. يا صاحب السمو، إنني أؤكد لسموكم ما وصلت العمل الجاد مع الحكومة من أجل السير قدما لإنجاح المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم، ليضاف إلى المكاسب التي حققتها البحرين على مختلف الأصعدة. حفظ الله سموكم وسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم ذخرا وسندا للبحرين العزيز ولشعبها الوفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى. هذا وقد تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية شكر وتقدير من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بمناسبة صدور الأمر السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع فيما يلي نصها. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بفض دور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع، يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على الاهتمام والمتابعة والدعم الذي يلقاه مجلس الشورى من لدن سموكم. كما يشرفني يا صاحب السمو أن أشيد باهتمامكم ومتابعتكم لأعمال المجلس، والتي كان لها الأثر البالغ في الدفع بالإنجازات والنجاحات التي يحققها مجلس الشورى في ظل النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. نسأل المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويمتعكم بمفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.